واديك فاكر اللي حصل. اني ما حضرتوش لكن عرفت، وعرفت كل حاجه. يا اخي لا بتعمل حساب لنفسك ولا بتوجر روحك لما خليت الغفر اللي بيحرسوك هم اللي بيترصدوا لك ويضربوك. اني بقى عكس الكلام ده كله، اني كرامتي عندي فوق اي حاجه. ولما يجي واحد غريب يبتدي معايا الكلام بهزار وقله قيمه لازم انا اوقفه عند حده. يا حسن، معقوله في سنه واحده تكبر يجي 10 سنين؟ ولا دي علام الشيخ مجاهد جوز عمتك؟ انت كلامك كله صح، واني دلوقتي بس عرفت انت تقصد ايه. ثاني مش عارف ايه اللي خلاني طلعت كده. مش نقدر اتعدل او اتغير. يمكن حابب نفسي كده، يمكن حابب الدنيا كده ملهاش الجد، يمكن. بس تعرف يا ابو علي، انا انبسطت قوي انك هتقعد هنا في المدرسة اللي في كفر الشيخ، يعني هتفضل جنبي. انت صحيح غيري بس احنا الاتنين لازمين لبعض. اتفقنا، ادخل بقى لاصحابك واني هروح. تروح فين بس يا ابو علي؟ لو انت فاكر اني جايبك ويايا عشان افرجك نادي هندسة الري، لا يا ابن والدي، الفرجة الحقيقية جاية. الله يا ابني، ايه في ايه لو كاو كاو كاعتي جنبك؟ تبي